شو في جديد؟ بيشوف جديد مثل كل يوم من بيت الزراعة مباشرة بأنت الياس. بينضم لنا الخبير الزراعي مروان حيدر العوافي. مروان بونجور نتالي، بونجور عبدو، يعطيكم العافية ونهاركم سعيد. هذاك أسعد اليوم بلش أول شيء بصبحية نقول لكم بونجور لأنه نطرناهم شوي للناس نصبحهم. عبدو نتالي بيصبحوكم اذا بكون صباح الخير لكل المشاهدين بيصبحوكم والمواطنين، بقول لكم نهاركم سعيد. ميرسي. نحن بنبلش كثير بكير. ثانك يو. رح نبلش باول سله، سله الحامود يلي هي سله الحامود اللي هي كيلو ونص ب 10,000. كل السنه ب 10,000 عبدو. كمان سله الكليمنتين كمان كيلو ونص. حدا عم بيسأل ليش ورق الجاردينيا عم بيصفروا؟ هلا فيكون ناقص حديد اللي هو اول عامل ناقص حديد بيقدر يحط لها حديد. هلا اذا حط لها بالشتويه ما رح تعطي كثير نتيجه، في حط لها هلا وبياخذ نتيجه بشهر 2 أو 3. بس ورق الاصفر اكيد لازم يشيله لحتى يعرف انه الورق الجديد اللي عم يطلع اكثر. اكيد حط لها حديد وفيتامين وينتبه لها على السقايه بالمي. نعم. الكيل عندنا سلة الكيل فيها برندورة وبصل وخيار، واكيد كيل شغل منطقة أنت الياس. وبدنا دائما نذكر انه صوص التفاح يلي كثير ناس حبوه مع كيس كعك هدية، هدول بيقدر مع كل صوص تفاح بيطلع له كيس كعك وهيك بيكون وفر. 30 وراك بشهي يا مروان. كيس الكعك صار شوي غالي. كمان عندنا النوع بسكويت جديد او نوع مثل التيفور والحلويات بيجي على طعمة بن، طعمته كثير طيبه اللي بحب يجربه كمان موجود عنا. اكيد كعك مع دبس الخروب، وهيدي اطيب شغله ناس عم بتحبها هلا البرازق شغل لبنان، طعمه كثير طيبه اللي بحب يجربها كمان موجوده. سله البندوره يلي فيها كيلو اليوم كمان ب 10، كمان نوعيه رائعه سله البندوره. وسله الخيار كمان اليوم الكيلو ب 10، هي سله الخيار ونوعيه الخيار اكيد كثير منيحه. أنا أقول إنه الزيتون الموجود عندنا هو جبناهن نحن من منطقة جديدة الفاكهة وكبسناهن نوعية كتير طيبة. أكيد عسل السنديان، عسل الطيون مع الأشواك، وعسل الزهر كمان موجود عندنا نوعية جيدة جدا، وهو شغل منطقة فريا. أكيد مربى المشمش، ومبارح صار في عندنا مربى التين، كمان ما كان في عندنا فترة مربى التين، صار في عندنا كمان نوعية كتير طيبة. سلة الهندبة يلي فيها بندورة وخيار وبصل، وأكيد هي ربطة الهندبة الكبيرة، كمان هالسلة بعشرة. والسلة اللي كثير عم تنطلب هي سلة الحشايش يلي فيها بقلة، بقدونس، نعنع، روكا، فجل، بصل وحامض. هالسلة حرزانة كمان طعمة نوعية كثير منيحة. بدنا نحكي دائما على الزيت، زيت عين إبل، هالزيت يلي عن جد هالسماك اللي فيه والطعم اللي فيه زيت كثير سبيسيال. وسلة السلق يلي بيجي فيها حامض وبصل، كمان هالاصناف كثير طيبه. هالنوعية السلق يلي مزروعه بطريقه كثير منيحه وحبتها كثير كبيره وورقتها كبيره. بدي اقول كمان في عندنا ليكور التفاح معمول بطريقه كثير يعني هيك طعمه سبيسيال فيها، يلي بحب لفتره الاعياد بيقدر ياخذ ليكور التفاح من عنا. مثل ما كان في عنا مديد الحلو كمان شغل منطقة الشمال، شغل منطقة العكار، طعمة جيدة جدا. دبس الخروب يلي الكل هلا عم بيطالبوا فيه لأنه بدهم نوعية منيحة. دبس الخروب معمول خصوصي لبيت الزراعة، يعني انعمل طبخة كبيرة لنا وصار موجود عنا. أكيد رب البندورة، رب الحر، صابون البلدي والصابون منطقة دير القمر كمان موجودين عنا نوعية جيدة جدا. كل هالاصناف موجوده ببيت الزراعه. اكيد المونه ما فيها شيء ابدا، مواد حافظه عم تنعمل بالبيوت وعم نحن بناخذ عينات منها، اكثريتها عم تكون مفحوصه بمركز الابحاث العلميه الزراعيه بالفنار. وهون بدي اقول ميرسي كثير لدكتور ميشيل ياس فريم يلي عم يهتم فينا بهالمواضيع، حتى هو مسافر هلا بباري عم بيلحقنا وعم بيتابعنا بكل شيء. بنقول له ميرسي لكل هالفحوصات المخبريه اللي عم يعملها، وكمان عم بيوفر علينا، عم ياخذ منا، عم يجرب قد ما فينا يعطينا الاشياء مجانيه، قد ما في يعطينا الاشياء مجانيه تنضل نحن ما نحط تكلفه. بهالطريقه عم بتكون اكثريه الاصناف مفحوصه. اكيد رب البندوره، رب الحر، صوص طومات، كل هالاصناف موجوده. الى جانب العدس، عدس البلدي دائما، السمسم البلدي كمان مع قشره نوعيه جيده جدا. وهالحمص بندوره بلدي الخشن
الحمص ذكرنا قبل مرة انه دغري اول غلوة بتلاقيه استوى وهلط. لكم ميرسي، هذا كل شيء اليوم هالاصناف موجوده. ما بدي نطر كثير الناس لانه لهم وقت ناطرين، بس ما نرجع نقول لهم بونجور مره ثانيه. حبوا يرجعوا يصبحوك استاذ عبدو. صباح الخير من جديد عبدو. نتاليا عم بشوفوكم. ميرسي لك مروان، نقول لكم يعطيكم الف، يعطيك الف عافيه. اكيد موفق لكم ونهاركم سعيد.